بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون، أي خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السلام. وقد كانوا يسومونكم، أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته، أي أفزعته. رأى ناراً خرجت من بيت المقدس فدخلت دور القبط ببلاد مصر، إلا بيوت بني إسرائيل. مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل. ويقال، بل تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة. وهكذا جاء في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه في سورة طه إن شاء الله. فعند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذي ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل، وأن تترك البنات، وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأراذلها. وها هنا فسر العذاب بذبح الأبناء، وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال: يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وسيأتي تفسير ذلك في أول سورة القصص إن شاء الله تعالى، وبه الثقة والمعونة والتأييد. ومعنى يسومونكم أي يولونكم، قاله أبو عبيدة رحمه الله، كما يقال: سامه خطة خسف إذا أولاه إياها. قال عمرو بن كلثوم: إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا. وقيل معناه: يديمون عذابكم، كما يقال سائمة الغنم من إدامتها الرعي. نقله القرطبي رحمه الله، وإنما قالها هنا: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، ليكون ذلك تفسيراً للنعمة عليهم في قوله: يسومونكم سوء العذاب. ثم فسره بهذا لقوله هاهنا: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وأما في سورة إبراهيم فلما قال: وذكرهم بأيام الله، أي بأياديه ونعمه عليهم، فناسب أن يقول هناك: يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي. وفرعون علم على كل من ملك مصر كافراً،
فرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم، كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا من النصارى، وكذلك كسرى لكل من ملك الفرس المجوس، وتبع لكل من ملك اليمن كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وبطليموس لمن ملك الهند. ويقال كان اسم فرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام الوليد بن مصعب بن الريان، وقيل مصعب بن الريان، وأيما كان فعليه لعنة الله، وكان من سلالة عمليق بن داود بن إرم بن سام بن نوح، وكنيته أبو مرة، وأصله فارسي من استخر اسم بلد. وقوله تعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قال ابن جرير رحمه الله: وفي الذي فعلنا بكم من إن جاءنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. وقال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: بلاء من ربكم عظيم، قال: نعمة. وقال مجاهد رحمه الله: بلاء من ربكم عظيم، قال: نعمة من ربكم عظيمة. وكذا قال أبو العالية وأبو مالك والسدي وغيرهم رحمهم الله. وأصل البلاء الاختبار، وقد يكون بالخير والشر، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. قال ابن جرير رحمه الله: وأكثر ما يقال في الشر: بلوته، أبلوه بلاءً، وفي الخير: أبليه إبلاءً وبلاءً. قال زهير ابن أبي سلمى: جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. قال: فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده. وقيل المراد بقوله: وفي ذلكم بلاء، إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء النساء. قال القرطبي رحمه الله: وهذا قول الجمهور، ولفظه بعدما حكى القول الأول ثم قال. وقال الجمهور: الإشارة إلى الذبح ونحوه، والبلاء هاهنا في الشر، والمعنى في الذبح مكروه وامتحان. وقوله تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، معناه: وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام، خرج فرعون في طلبكم ففرقنا بكم البحر، كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلاً كما سيأتي في مواضعه، ومن أبسطها في سورة الشعراء إن شاء الله تعالى. فأنجيناكم، أي خلصناكم منهم، وحجزنا بينكم وبينهم، وأغرقناهم وأنتم تنظرون، ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم. قال عبد الرزاق رحمه الله: أنبأنا معمر عن أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن ميمون الأودي في قوله تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر، إلى قوله: وأنتم تنظرون. قال: لما خرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل بلغ ذلك فرعون، فقال: لا تتبعوهم حتى تصبح حتى تصيح الديك، يعني حتى يصيح الديك، ذكر الدجاج. قال: فوالله ما صاح ليلة إذن ديك حتى أصبحوا، فدعا بشاة
فذبحت، ثم قال: لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع إلي 600,000 من القبط، جماعة فرعون. فلم يفرغ من كبدها حتى اجتمع إليه 600,000 من القبط، ثم سار. فلما أتى موسى البحر عليه السلام قال له رجل من أصحابه يقال له يوشع ابن نون عليه السلام: أين أمر ربك؟ قال: أمامك، يشير إلى البحر. فأقحم يوشع عليه السلام فرسه في البحر حتى بلغ الغمر، فذهب به الغمر، ثم رجع فقال: أين أمر ربك يا موسى؟ فوالله ما كذبت وما كذبت وما كذبت. فعل ذلك 3 مرات. ثم أوحى الله إلى موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك البحر، فضربه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم يقول مثل الجبل، سبحان الله. ثم سار موسى عليه السلام ومن معه واتبعهم فرعون في طريقهم حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم على فرعون وقومه، فلذلك قال: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. الله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكذلك قال غير واحد من السلف رحمهم الله كما سيأتي بيانه في موضعه. وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء، العاشر من شهر المحرم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء العاشر من المحرم، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه، وقال: لئن عشت لأصومن التاسع. فصوموا يوم عاشوراء شكراً لله تعالى على إنجاء موسى والمسلمين وهلاك فرعون والكافرين يوم العاشر من هذا الشهر، والسنة أن تصوم التاسع والعاشر. نسأل الله التوفيق والإعانة، وذلك شكراً لله عز وجل على إنجاء موسى عليه السلام والمسلمين وهلاك فرعون والكافرين. وروى هذا الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه رحمهم الله من طرق عن أيوب السختياني به نحو ما تقدم رحمهم الله. وقال أبو يعلى الموصلي رحمه الله: حدثنا أبو الربيع، حدثنا سلام يعني ابن سليم عن زيد العمي عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلق الله البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء. وهذا ضعيف من هذا الوجه، فإن زيد العمي فيه ضعف، وشيخه يزيد الرقاشي أضعف منه، ولكن الحديث الذي تقدم صحيح. قال الله عز وجل: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى عليه السلام لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة،
وكانت 40 يوما، وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قيل إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة، وكان ذلك بعد خلاصهم من قوم فرعون وإنجائهم من البحر. وقوله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب، يعني التوراة والفرقان، وهو ما يفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال لعلكم تهتدون. وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر، كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف، ولقوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وقيل الواو زائدة، ولكن ليس في القرآن شيء زائد. والمعنى: ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان، وهذا غريب، أي هذا القول غريب. وقيل عطف عليه، وقيل عطف عليه وإن كان المعنى واحدا، كما في قول الشاعر: وقدمت الأديم لراقشيه فألفى قولها كذبا ومينا. والكذب والمين واحد. وقال الآخر: ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي والبعد. فالنأي والبعد معنى واحد، فالكذب هو المين والنأي هو البعد. وقال عنترة: حيث من طل لا تقادم عهده، أقوى وأخفر بعد أم الهيثم. فعطف الأقفار على الإقواء، وهو هو. قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وتب علينا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل. قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، عبدوا العجل نعوذ بالله، فقال ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع، حين قال الله تعالى: ولما سقط في أيديهم، أي عرفوا أنهم ضلوا ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قال: فذلك حين يقول موسى عليه السلام: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، عبدتم العجل. وقال أبو العالية وسعيد بن جبير والربيع بن أنس رحمه الله: فتوبوا إلى بارئكم، أي إلى خالقكم. قلت: وفي قوله ها هنا إلى بارئكم تنبيه على عظم جرمهم، أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. وروى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله من حديث يزيد بن هارون عن الأصبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الله تعالى: إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من ولد ووالد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن، فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون عليهم السلام ما أطلع الله من ذنوبهم، فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به، فغفر الله تعالى للقاتل والمقتول. وهذا قطعة من حديث الفتون، وسيأتي في تفسير سورة طه بكماله
إن شاء الله. اللهم ارحمنا واغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني عبد الكريم بن الهيثم، حدثنا إبراهيم بن بشار، حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال أبو سعيد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال موسى عليه السلام لقومه: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم، فتاب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا. قال: أمر موسى عليه السلام قومه من أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم. قال: واحتبى الذين عبدوا العجل فجلسوا، وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلة شديدة، فجعل يقتل بعضهم بعضا، فانجلت الظلة عنهم، وقد أجلوا وقد أجلوا عن 70,000 قتيل، كل من قتل منهم كانت له توبة، وكل من بقي كانت له توبة. اللهم ارحمنا واغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب. فعلينا أن نتوب إلى الله، فالله تعالى جعل توبتنا بيننا وبينه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا واسترنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال ابن جريج رحمه الله: أخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهد رحمهم الله يقولان في قوله تعالى: فاقتلوا أنفسكم، قال: قام بعضهم إلى بعض بالخناجر فقتل بعضهم بعضا، لا يحن رجل على قريب ولا بعيد، حتى ألوى موسى عليه السلام بثوبه، فطرحوا ما بأيديهم فكشف عن 70,000 قتيل. وإن الله أوحى إلى موسى عليه السلام أن حسبي فقد اكتفيت، فذلك حين ألوى موسى، أي أشار موسى عليه السلام بثوبه. وروي عن علي رضي الله عنه نحو ذلك. اللهم ارحمنا واغفر لنا يا رب العالمين. وقال قتادة رحمه الله: أمر القوم بشديد من الأمر، فقاموا يتناحرون بالشفار، يقتل بعضهم بعضا، حتى بلغ الله فيهم نقمته، فسقطت الشفار السكاكين من أيديهم، فأمسك عنهم القتل، فجعله لحيهم توبة وللمقتول شهادة. اللهم اغفر لنا وارحمنا. وقال الحسن البصري رحمه الله: أصابتهم ظلمة حدث، أي ظلمة شديدة، فقتل بعضهم بعضا نقمة، ثم انكشف عنهم فجعل توبتهم في ذلك. وقال السدي رحمه الله في قوله: فاقتلوا أنفسكم، قال: فاجتلد الذين عبدوه أي العجل والذين لم يعبدوه بالسيوف، فكان من قتل من الفريقين شهيدا حتى كثر القتل، حتى كادوا أن يهلكوا، حتى قتل بينهم 70,000، وحتى دعا موسى وهارون عليهم السلام: ربنا أهلكت بني إسرائيل، ربنا البقية البقية. فأمرهم أن يضعوا السلاح وتاب عليهم، فكان من قتل منهم من الفريقين شهيدا، ومن بقي مكفرا عنه، فذلك قوله: فتاب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب، أهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال الزهري رحمه الله: لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها برزوا ومعهم موسى عليه السلام، فاضطربوا بالسيوف وتضاعنوا بالخناجر، وموسى رافع يديه، حتى إذا أفنوا بعضهم قالوا: يا نبي الله ادعوا الله لنا، وأخذوا بعضديه، العضد ما فوق المرفق، يسندون يديه، فلم يزل أمرهم على ذلك، حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم بعضهم عن بعض، فألقوا السلاح، وحزن موسى عليه السلام وبنو إسرائيل للذي كان من القتل فيهم،
فأوحى الله جل ثناؤه إلى موسى عليه السلام: ما يحزنك، أما من قتل منكم فحي عندي يرزقون، وأما من بقي فقد قبلت توبته. فسر بذلك موسى عليه السلام وبنو إسرائيل. رواه ابن جرير رحمه الله بإسناد جيد. اللهم ارحمنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. وقال ابن إسحاق رحمه الله: لما رجع موسى عليه السلام إلى قومه وأحرق العجل وذرَّاه في اليم، أي أحرقه وذرَّ الرماد في البحر، خرج إلى ربه ممن اختار من قومه، فأخذتهم الصاعقة، ثم بعثوا. فسأل موسى عليه السلام ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل، فقال: لا، إلا أن يقتلوا أنفسهم. قال: فبلغني أنهم قالوا لموسى عليه السلام: نصبر لأمر الله. فأمر موسى عليه السلام من لم يكن عبد العجل أن يقتل من عبده، فجلسوا بالأفنية، وأصلت بعد عليهم القوم السيوف فجعلوا يقتلونهم. وبكى موسى عليه السلام، وبهش إليه النساء والصبيان يطلبون العفو عنهم، فتاب الله عليهم وعفى عنهم، وأمر موسى عليه السلام أن ترفع عنهم السيوف. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: لما رجع موسى عليه السلام إلى قومه وكان 70 رجلا قد اعتزلوا مع هارون عليه السلام العجل لم يعبدوه، فقال لهم موسى عليه السلام: انطلقوا إلى موعد ربكم. فقالوا: يا موسى، ما من توبة؟ قال: بلى، فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم، فتاب عليكم. فاختلطوا السيوف والجزرة والخناجر والسكاكين، قال: وبعث عليهم ضبابة، أي سحابة، قال: فجعلوا يتلامسون بالأيدي ويقتل بعضهم بعضا، قال: ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله ولا يدري، قال: ويتنادون فيها: رحم الله عبدا صبر نفسه حتى يبلغ الله، رحم الله عبدا صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاه، قال: فقتلاهم شهداء وتب على أحيائهم. ثم قرأ: فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وإذ قلتم: يا موسى، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق، إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم. كما قال ابن جريج رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي قال علانية. وكذا قال إبراهيم بن طهمان رحمه الله عن عباد بن إسحاق عن أبي الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله تعالى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي علانية، أي حتى نرى الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال قتادة والربيع بن أنس رحمهم الله: حتى نرى الله جهرة، أي عيانا، يعني بأعيننا، نعوذ بالله من الكفر. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس رحمه الله: هم 70 الذين اختارهم موسى عليه السلام فساروا معه، قال: فسمعوا كلاما فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، قال: فسمعوا صوتا فصعقوا يقول: ماتوا. وقال مروان بن الحكم رحمه الله:
فيما خطب به على منبر مكة الصاعقة صيحة من السماء. وقال السدي رحمه الله في قوله: فأخذتكم الصاعقة، الصاعقة نار. وقال عروة بن رويم رحمه الله في قوله: وأنتم تنظرون، قال: فصائق بعضهم وبعض ينظرون، ثم بعث هؤلاء وصائق هؤلاء. اللهم احفظنا وتب علينا يا رب العالمين. وقال السدي رحمه الله: فأخذتكم الصائقة فماتوا، فقام موسى عليه السلام يبكي ويدعو الله ويقول: ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن هؤلاء 70 ممن اتخذوا العجل، ثم إن الله حياهم، فقاموا وعاشوا رجل رجل ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون. قال: فذلك قوله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الحمد لله على نعمه. وقال الربيع بن أنس رحمه الله: كان موتهم عقوبة لهم، فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم. وكذا قال قتادة رحمه الله. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا محمد بن حميد، حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال: لما رجع موسى عليه السلام إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل، وقال لأخيه هارون عليه السلام وللسامري ما قال، وحرق العجل وذراه في اليم، أي ذر رماد العجل في البحر. اختار موسى عليه السلام منهم 70 رجلا الخير فالخير، وقال: انطلقوا إلى الله وتوبوا إلى الله مما صنعتم، وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم، صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه عز وجل، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم. فقال له 70 فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا للقاء الله، قالوا: يا موسى اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربنا. فقال: أفعل. فلما دنا موسى عليه السلام من الجبل وقع عليه الغمام السحاب حتى تغشى الجبل كله، ونادى ودنا موسى عليه السلام ودخل فيه وقال للقوم: ادنوا اقربوا. وكان موسى عليه السلام إذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه، فضرب دونه بالحجاب، ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا فسمعوه وهو يكلم موسى عليه السلام يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى عليه السلام الغمام السحاب، فأقبل إليهم فقالوا لموسى عليه السلام: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة فماتوا جميعا. وقام موسى عليه السلام يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، قد سفهوا، أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل بما يفعل السفهاء منا؟ قال: إن هذا لهم هلاك، اخترت منهم 70 رجلا الخير فالخير، أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد، فما الذي يصدقوني به ويأمنوني عليه بعد هذا؟ إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك. فلم يزل موسى عليه السلام يناشد ربه عز وجل ويطلب إليه حتى رد إليهم أرواحهم وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل، فقال: لا، إلا أن يقتلوا أنفسهم. هذا سياق محمد بن إسحاق رحمه الله.
وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير رحمه الله: لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله عليهم بقتل بعضهم بعضا كما أمرهم به، أمر الله موسى عليه السلام أن يأتيه في كل أناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، ووعدهم موسى عليه السلام. فاختار موسى عليه السلام قومه 70 رجلا على عينه، ثم ذهب بهم ليعتذروا وساق البقية. وهذا السياق يقتضي أن الخطاب توجه إلى بني إسرائيل عليه السلام في قوله: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. والمراد 70 المختارون منهم، ولم يحكي كثير من المفسرين سواه. وقد أغرب فخر الدين الرازي في تفسيره حتى حكى في قصة هؤلاء 70 أنهم بعد إحيائهم قالوا: يا موسى إنك لا تطلب من الله شيئا إلا أعطاك، فادعه أن يجعلنا أنبياء. فدعا بذلك فأجاب الله دعوته. وهذا غريب جدا، إذ لا يعرف في زمان موسى عليه السلام نبي سوى هارون عليه السلام ثم يوشع ابن نون عليه السلام. وقد غلط أهل الكتاب أيضا في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله عز وجل، فإن موسى الكليم عليه السلام قد سأل ذلك ومنع منه، فكيف يناله هؤلاء 70؟ القول الثاني في الآية: قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم رحمه الله في تفسير هذه الآية: قال لهم موسى عليه السلام لما رجع من عند ربه بالألواح قد كتب فيها التوراة، فوجدهم يعبدون العجل فأمرهم بقتل أنفسهم ففعلوا، فتاب الله عليهم، فقال: إن هذه الألواح فيها كتاب الله، فيها أمركم الذي أمركم به ونهيكم الذي نهاكم عنه. فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا والله، حتى نرى الله جهرا، حتى يطلع الله علينا فيقول: هذا كتابي فخذوه. فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى، أعوذ بالله. وقرأ قول الله: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. قال: فجاءت غضبة من الله، فجاءتهم صائقة بعد التوبة، فصعقتهم فماتوا أجمعون. قال: ثم أحياهم الله من بعد موتهم. وقرأ قول الله: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فقال لهم موسى عليه السلام: خذوا كتاب الله. فقالوا: لا. فقال: أي شيء أصابكم؟ فقالوا: أصابنا أنا متنا ثم حيينا. قال: خذوا كتاب الله. قالوا: لا. فبعث الله ملائكة عليهم السلام فنتقت الجبل فوقهم، رفع الله الجبل فوقهم حتى يعملوا بالتوراة. وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعدما أوحيوا. وقد حكى الماوردي رحمه الله في ذلك قولين: أحدهما أنه سقط التكليف عنهم لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق، والثاني أنهم مكلفون لئلا يخلو عاقل من تكليف. قال القرطبي: وهذا هو الصحيح، لأن معاينتهم للأمور الفظيعة لا تمنع تكليفهم، لأن بني إسرائيل قد شاهدوا أمورا عظاما من خوارق العادات وهم في ذلك مكلفون، وهذا واضح، والله أعلم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، وأصلحنا وأصلح أهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم، فقال: وظللنا عليكم الغمام، وهو جمع غمامة أي سحاب،
سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يواريها ويسترها، وهو السحاب الأبيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس، كما رواه النسائي رحمه الله وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث الفتون قال: ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما والربيع بن أنس وأبي مجلز والضحاك والسدي نحو قول ابن عباس رضي الله عنهما ورحمهم الله. وقال الحسن وقتادة رحمهم الله: وظللنا عليكم الغمام. قال: كان هذا في البرية ظلل عليهم الغمام من الشمس. وقال ابن جرير رحمه الله: قال آخرون: وهو غمام أبرد من هذا وأطيب. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله: وظللنا عليكم الغمام. قال: ليس بالسحاب، هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة، ولم يكن إلا لهم. وهكذا رواه ابن جرير رحمه الله عن المثنى بن إبراهيم عن أبي حذيفة رحمهم الله. وكذا رواه الثوري وغيره عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله. وكأنه يريد، والله أعلم، أنه ليس من زي هذا السحاب، بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظرًا، كما قال سنيد رحمه الله في تفسيره عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: وظللنا عليكم الغمام. قال: غمام أبرد من هذا وأطيب، وهو الذي يأتي الله فيه في قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وهو الذي جاءت فيه الملائكة عليهم السلام يوم بدر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان معهم في التيه. وقوله تعالى: وأنزلنا عليكم المن، اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو. فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا، يعني مثل العسل ينزل على الأشجار يمن الله عليهم فيأكلوا منه. وقال مجاهد رحمه الله: المن صمغة، يعني زي الصمغ. وقال عكرمة: المن شيء أنزله الله عليهم مثل الطل. شبه الرب الغليظ. وقال السدي رحمه الله: قالوا: يا موسى كيف لنا بما هاهنا، أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على شجر الزنجبيل. وقال قتادة رحمه الله: كان المن ينزل عليهم في محلتهم سقوط الثلج، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبقى، حتى إذا كان يوم سادسة ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم السادس ويوم السابع، لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشيء، وهذا كله في البرية. وقال الربيع بن أنس رحمه الله: المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه، أي يخلطونه بالماء ثم يشربونه. وقال وهب بن منبه رحمه الله وسئل عن المن فقال: خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقي، أي الدقيق النظيف. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثني أحمد بن إسحاق، حدثنا أبو أحمد، حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وهو الشعبي رحمهم الله، قال: عسلكم هذا
جزء من 70 جزءا من المن. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه العسل رحمه الله، ووقع في شعر أمية بن أبي الصلب حيث قال: فرأى الله أنهم بمضيع لا بذي مزرع ولا مثمور ولا مثمورا، فسناها عليهم غاديات وترى مزنهم خلايا وخورا، عسلا ناطفا وماء فراتا وحليبا ذا بهجة مرمورا. فالناطف هو السائل، والحليب المرمور الصافي منه. والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن، فمنهم من فسره بالطعام، ومنهم من فسره بالشراب، والظاهر والله أعلم أنه كلما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد. فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوة، وإن مزج أي خلط مع الماء صار شراباً طيباً، وإن ركب مع غيره صار نوعاً آخر. ولكن ليس هو المراد من الآية وحده، والدليل على ذلك قول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن عبد الملك، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة يسميه بعض الناس الفقع، إذا نزل المطر تجد الأرض منتفخة فتبعثر التراب فتجد الفقع مثل البطاطس ولكنه طعام. فماء هذا الكمأ إذا عُصِر شفاء للعين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك وهو ابن عمير به، وأخرجه الجماعة في كتبهم إلا أبا داود رحمه الله من طرق عن عبد الملك وهو ابن عمير به. وقال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح. ورواه البخاري ومسلم والنسائي رحمهم الله من رواية الحكم عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث به. وقال الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو عبيدة ابن أبي السفر ومحمود بن غيلان قال: حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. العجوة تمر، نوع من التمر. تفرد بإخراجه الترمذي رحمه الله، ثم قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن عمرو، وإلا من حديث سعيد بن عامر عنه، وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر رضي الله عنهم كذا قال. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردوية رحمه الله في تفسيره من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال: حدثنا أحمد بن الحسن ابن أحمد البصري، حدثنا أسلم ابن سهل، حدثنا القاسم ابن عيسى، حدثنا طلحة بن عبد الرحمن عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وطلحة بن عبد الرحمن هذا سلمي واسطي يكنى بأبي محمد، وقيل أبو سليمان المؤدب. قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي رحمه الله: روى عن قتادة رحمه الله أشياء لا يتابع عليها،
يعني فيه ضعف. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: الكمأة جذري الأرض. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة، وهي شفاء من السم. وهذا الحديث قد رواه النسائي رحمه الله عن محمد بن بشار به، وعنه عن غندر عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه به، وعن محمد بن بشار عن عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن شهر بن حوشب بقصة الكمأة فقط. وروى النسائي رحمه الله أيضا وابن ماجه رحمه الله من حديث محمد بن بشار عن أبي عبد الصمد عبد الغني بن عبد الصمد عن مطر الوراق عن شهر بقصة العجوة عند النسائي رحمه الله، وبالقصتين عند ابن ماجه رحمه الله. وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة، يعني سقط راوٍ، فإنه لم يسمعه منه، بدليل ما رواه النسائي رحمه الله في اليوم والليلة، يعني في أحاديث الأذكار في اليوم والليلة من سننه، عن علي بن الحسين الدرهمي عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون الكمأة، وبعضهم يقول جدري الأرض، فقال: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. وروى عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا الأعمش عن جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة، وهي شفاء من السم. قال النسائي رحمه الله في الوليمة أيضا: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. ثم رواه أيضا وابن ماجه رحمه الله من طرق عن الأعمش عن أبي بشر عن شهر عنهما به رحمهم الله. وقد رويا عن النسائي وابن ماجه رحمهم الله من حديث سعيد بن مسلم كلاهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه. زاد النسائي وحديث يابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. ورواه ابن مردوية رحمه الله عن أحمد بن عثمان عن عباس الدوري عن لاحق بن صواب عن عمار بن رزيق عن الأعمش رحمهم الله كابن ماجه رحمه الله. وقال ابن مردوية رحمه الله أيضا: حدثنا أحمد بن عثمان، حدثنا عباس الدوري، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كماءات، فقال: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. وأخرجه النسائي رحمه الله عن عمرو بن منصور عن الحسن بن الربيع، ثم رواه ابن مردوية رحمه الله، ورواه أيضا عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلام عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش به.
وكذا رواه النسائي رحمه الله عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن عبيد الله بن موسى به. وقد روى وقد روي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما قال ابن مردويه رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، حدثنا حمدون بن أحمد، حدثنا حوثرة بن أشرس، حدثنا حماد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدارؤوا، أي اختلفوا في الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فقال بعضهم: نحسبه الكمأة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة، وفيها شفاء من السم. وهذا الحديث محفوظ أصله من رواية حماد بن السلمة، وقد روى الترمذي والنسائي رحمهم الله من طريقه شيئا من هذا، والله أعلم. وقد روي عن شهر عن ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه النسائي رحمه الله أيضا في الوليمة عن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد عن عبد الله بن عون الخراز عن أبي عبيدة الحداد عن عبد الجليل بن عطية عن شهر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. فقد اختلف كما ترى فيه على شهر بن حوشب، ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلها، وقد سمعه من بعض الصحابة رضي الله عنهم وبلغه عن بعضهم، فإن الأسانيد إليه جيدة، وهو لا يتعمد الكذب، وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم بالرواية سعيد بن زيد رضي الله عنه. وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: السلوى طائر شبيه بالسمان كانوا يأكلون منه. المن كما تقدم، والسلوى طائر شبيه بالسمان كانوا يأكلون منه. وقال السدي رحمه الله في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم: السلوى طائر يشبه السمان. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا قرة بن خالد عن جهضم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السلوى هو السماني، أي طائر يشبه السماني. وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس رحمهم الله. وعن عكرمة قال قتادة رحمه الله: السلوى من طير إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح، الريح الجنوب، وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى فسد ولم يبقى عنده، حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه، لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه شيء، لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه. وقال وهب بن منبه رحمه الله: السلوى طير سمين مثل الحمام، كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت. وفي رواية عن وهب قال: سألت بني إسرائيل موسى، سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام اللحم، فقال الله: لا أطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرض، فأرسل عليهم ريحا فأذرت عند مساكنهم السلوى، وهو السماني مثل ميل في ميل قيد رمح إلى السماء، فخبأوا للغد، أي أخفوا للغد، فنتن اللحم أي تغير
وخنزل الخبز، لأن لما تأخروا إلى الغد. وقال السدي رحمه الله: لما دخل بنو إسرائيل التيه قالوا لموسى عليه السلام: كيف لنا بما هاهنا؟ أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن، فكان يسقط على الشجر الزنجبيل والسلوى، وهو طائر يشبه السمان أكبر منه، فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير، فإن كان سمينا ذبحه وإلا أرسله، فإذا سمن أتاه، فقالوا: هذا الطعام، فأين الشراب؟ فأمر موسى عليه السلام فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا، فشرب كل سبط، الأسباط كالقبائل، كل سبط من عين، فقالوا: هذا الشراب، فأين الظل؟ فظلل عليهم الغمام السحاب، فقالوا: هذا الظل، فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما يطول الصبيان، ولا ينخرق لهم ثوب. فذلك قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى.